السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من دخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: المصل أو التطعيم الذي تحتاجه كل نساء العالم. لابد أن تتناولوا هذا المصل، لابد أن تتناولوا هذا التطعيم، هام جدا. ولكن قبل أن نبدأ، عنوان الصيدلية الإسكندرية الدخيلة بحري بجوار مدرسة الدخيلة الإعدادية أمام جزارة كواكب مباشرة. مواعيد تواجدي بعد 6:30 مساء يوميا على الجمعة. وبالنسبة للأخوة القادمين من كافة محافظات مصر والدول العربية والأجنبية وكافة بقاع الأرض، عنوان الصيدلية موجود على جوجل ماب تحت اسم عنوان صيدلية الدكتور محمد القفاص بالاسكندرية. نيجي بقى للمصل او التطعيم التي تحتاجه كل نساء العالم، كل نساء الارض، اللي هو مصل الـ HPV. مصل الـ HPV، مصل الـ HPV بالعربي اللي هو فيروس الورم الحليمي البشري. فيروس الورم الحليمي البشري. لازم كل نساء الأرض تاخد هذا التحصين. التحصين ده بيديك وقاية من، أو بيدي حضرتك وقاية من سرطان عنق الرحم. ده شيء في منتهى الأهمية. حضرتك لازم تتحصني ضد سرطان عنق الرحم اللي بيسببه الـ HB فيروس. الـ HB فيروس ده برضو باللغة الشعبي اللي هي السقاليل، الصنط، سقاليل أو صنط. ناس بتسميها زوايد جلدية، بس هي مش زوايد جلدية، دي هي حاجة زي الخرشوفة كده، فيروس وبينتشر في الأعضاء التناسلية وله تحصين الـ HPV. طبعا هنا يجدر الإشارة لجميع الرجال، حاول بقدر المستطاع أن تمتثل للقانون الإلهي، إن أنت ما تعكش كتير، لأنك لو عكيت كتير ممكن تعك عند واحدة عندها الـ HPV يتنقل لك في حمادة. ولما بيتنقل بقى في حمادة بيدي آلام مبرحة، بيدي آلام رهيبة. تخيل حمادة طالع فيه حتة خرشوفة كده أو حتة طوبة كده، مؤلمة، مؤلمة جدا، ويكون مؤلم للطرفين. طيب فين التحصين ده؟ التحصين اللي كل نساء الأرض يبحثن عنه، ده هتلاقيه في المصل واللقاح لشركة فاكسيرا، شركة فاكسيرا التابعة للدولة، في كافة محافظات الجمهورية، كافة محافظات الجمهورية. طب هنا في اسكندرية فين يا أبو الحاج؟ حاضر. فاكسيرا مصل واللقاح، عايزين ناخد الـ HPV اللي هو هيومن بابيلوما فيروس، هيومن بابيلوما فيروس اللي هو الفيروس الورم الحليمي البشري. مركز التطعيمات فاكسيرا فرع اسكندريه فين؟ في وطنيه مول، وطنيه مول لوران سان ستيفانو، من الساعه 10 صباحا حتى الساعه 4 عصرا. ودي أرقام التليفونات اهي، رقم المحمول 03 وحايد 03 ونات 76044407 03 ونات 3 وحايد، معلش بس دراستي انجلش، 03 وحايد 76044407. شغالين من 10 صباحا حتى 4 عصرا. هتروح هتقول انا عايز المصل HPV، وطبعا الانتي ار اتش هتلاقيه موجود، طبعا تحصينات فيروس سي والفيروسات الكبديه موجوده اهو فاكسيرا. لو حضرتك في اي محافظه ثانيه وعايز العنوان، اضغط على جوجل اكتب عنوان فاكسيرا في محافظه كذا، المحافظه التي تعنيه، البحيره، كفر الشيخ، الغربيه، اسوان، سوهاج، المنيا، مطروح، اهو. لازم كل الفتيات وكل السيدات
يتحصننا ويحصننا أنفسهن بتناولهن مصل الـ HPV الذي يقيك من سرطان عنق الرحم، وأيضا هناك مصل جديد لسرطان الجلد أول ما يتوفر هعمل حلقة في سرطان، في مصل نازل لسرطان الجلد أول ما هينزل هعمل عنه حلقة. طبعا بندعو ربنا كلنا أن يخلصنا من الأمراض، وبندعو ربنا أن يقيكم من جميع الأمراض. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة، على أمل في اللقاء القريب. تيكيرو موتشو ميا موري سينيوري، إني أحبكم في الله بكل لغات العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت لي؟ سلام عليكم.